عشان خاطر ارجع الشرعيه واحافظ على الصوت بتاعي في دوله ديمقراطيه ثانيه، ما بقاش الفوضى اللي احنا فيها ودوله الكرسيه اللي احنا خايف. انت خاين وقاتل وانت عميل، واحنا مش عارفين لك مله ولا دين، والتمثيل اللي انت بتعمله. وعلى فكره انت 50% اخرك 50% وما عندكش تعليم من اساسه، انت ضحل اساسا، ضحل ضحل ضحل. لا الاعداد كويسه، هو دكتور اكتر من كده، ولو حاول يعمل اكتر من كده هتكتر، ولو ما عملش برضه هتكتر. يعني من الاخر سيبها وامشي بقى، حل 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 حل. الاعداد كتيره جدا وفي كل المحافظات، مصر بحالها منتفضه النهارده ضد الانفلات. احب اقول للدكتور نصر ان هو انا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الفتاح يا سيسي، انت وكل من والاك وذنب اللي ماتوا دول في رقبتك بس. وقول ان شاء الله مصر بعد موت رئيس ان شاء الله. غريب يعني، هو بمنتهى البساطه هو مش عايز يبقى هو في الصوره، عشان هو بقى له فتره هو بيتهزق وبيتشتم هو عايز يخرج من الصوره، فقال فحط التخنيق في الاول. يعني هو انا قبل كده كنت بقول له فوق خلي بالك والايام ودول، كنت دلوقتي يعني اقول له يعني خلاص انت كده مالكش حق في حياتك وتاخد ايدك ايدك. انا بقول للسيسي يعني انسحب بهدوء، لان الشعب بدا خلاص يوصل للحد النهائي بتاعه خلاص. الناس النهارده باين قوي ان احنا بقينا اضعاف. العدد العدد بيزيد بطريقه فظيعه. معنى كده ان مصر بدات تفوق، الناس اللي كانوا متغممين وانت خدعتهم بداوا يفوقوا. فانت احسن لك تنسحب، لان انت مش هتعرف تقف قصادنا، مش هتعرف تقف قصادنا، ولا الداخليه هتعرف تقف قصادنا. ومن كل ورثي واللي حصل في 28 يناير احنا رايحين عشان نفكر مش شغل عاوز نموت. بقول له اهرب، يعني ما حدش هيموت الشعب. مفيش عيش بيموت الشعب. فلو انت فاكر انت اقوى من شعب، الشعب هيهرس يعني. الناس تشوف الصورة الواضحة. احنا ناس كتير نعرفها كانت مش فاهمة بقت فاهمة، والحمد لله نزلوا النهاردة ناس كتير قوي نعرفها ما كانتش بتنزل، وكانت نزلة 30 ستة ونازلين النهاردة معانا عشان فاقوا. فنبدأ هي بتقول انه الشعب فاق فوق طبعا. يعني مش معنى ان هم عندهم عينين هيتحاسبوا، ربنا هيحاسبهم. مش معنى ان هم اتخدعوا يبقى مش هيتحاسبوا، لا، ربنا اداك عينين وودان عشان تفهم وتسمع. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله مرسي يرجع تاني ويتعلم بقى عن الفتره اللي فاتت، اللي هو بقى قوي وقراراته صارمه ما يرجعش فيها، وان هو يرجع يفضل ماشي في طريقه ايا كان بقى، هو عارف الصح ويفضل ماشي في طريقه. ربنا يكرمه السيسي كده ويحس بالازمه اللي هو دخل البلد فيها، ويحاول ان هو يرجع في قراره. اذا كان في ناس مش عايزه مرسي، ده من حقهم ان هم يعبروا عن رايهم، ان هم يقولوا ان احنا مش عايزين. بس زي ما مرسي جه بطريقه وديمقراطيه، احنا بلد كبيره ما ينفعش يبقى فيها الحكم للشعب للميدان ولشويه الناس اللي تنزل. انا هنزل اغير نظام، واحد ينزل تاني يغير نظام. لازم نمشي